مرحبا. نبتة عملاقة بتتواجد بحوض الأمازون بأمريكا الجنوبية وتعتبر أكبر زنابق الماء بالعالم ووتر ليلي إيرث. من المعروف عنها أنها بتطفو بمياه ضحلة أو راقة بيصل قطرها لثلاث أمتار. دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر محطة مزهرة على الأرض. بنسألها نشوف كيف عم يكون الطقس، عم تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها، وعم يكون الجو معتدل وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة. وسادي مي مخبر بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة. الرياح غربية لجنوبية غربية معتدلة عم تنشط أحيانا وتوصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 75%، والبحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 25 درجة. منتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء كمان فيها مشمسة وعم تسجل عليا 34 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا من المنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء مشمسة بسويدا وعم تسجل عليا 30 درجة، أما بدرعا عم تتراوح بين 18 و 34 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل الصورة 16 درجة. بالمنطقة الوسطى عم يكون الطقس بين صحو الغائم جزئيا بحمص وعم تسجل عليا 35 درجة، أما بحماة عم تتراوح بين 18 و 35 درجة. بالمنطقة الساحلية مستمرة الأجواء غائمة جزئيا بطرطوس، وباللاذقية عم تسجل عليا 28 درجة، أما بلواء اسكندرون عم تسجل الصغرى 22 درجة. بالمنطقة الشمالية عم تكون الأجواء بإدلب كمان غائمة جزئيا وعم تسجل عليا 31 درجة، أما بحلب فعم تتراوح بين 20 و 34 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية عم تكون الأجواء سدمة بالرقة وعم تسجل عليا 36 درجة، أما بالحسكة عم تتراوح بين 23 و 37 درجة. أخيرا بدير الزور عم تسجل الصغرى 25 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.